هاي ايفريوان، اسمي يمنى مجدي. جربت قبل كده ان انا ادخل كورس تمثيل، بعدين فكرت ان انا ادخل كورس مع Creative Bites، بس كنت خايفه من اللغه عشان انا بتكلم عربي. بس اكتشفت ان there is no barriers، مفيش اي لغه او اي حاجه ممكن توقفك انك تتعلم تمثيل او تجرب انك تمثل بلغه تانية انت برضو عارفها غير النيتف بتاعتك، نيتف لانجويج. استمتعت جدا بالكورس، كان compressed بس كان ممتع، وكان في حاجات كتير اتعلمتها في الوقت الصغير ده، وفي نفس الوقت هنعمل شورت موفي، فدي اكسبيرينس جديده يا رب تطلع حلوه ان شاء الله. وشكرا، و hope everyone to get this experience.